في هذا الشهر افتقدنا رجال مشايخ من العرف الاجتماعي، توفاهم الله ونسأل الله أن يغفر لهم ويرحمهم، ونترحم على كل الشهداء ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى، ونتمنى عودة المفقودين، وأيضا نترحم على هؤلاء المشايخ الذين افتقدناهم في هذا الشهر. كان أولهم علم من أعلام العرف الاجتماعي وهو الشيخ محمد بسيس العبيدي من منطقة أم مرزم، وكان أيضا الشيخ جمعة بوزكري من مدينة بنغازي وهو أحد مشايخ مدينة بنغازي، وأيضا كان الشيخ علي بوعوض العوكلي وهو رجل من رجال العرف الاجتماعي وصوت من أصوات الوطن. وبالأمس افتقدنا أيضا شيخ وعلم من أعلام الجبل الأخضر وهو الشيخ علي بو عغنيوة والبرعصي صاحب المواقف وصاحب الصوت القوي المجاهر بدعم القوات المسلحة العربية الليبية وقائد القوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة بالقاسم حفتر. أيضا افتقدت بنغازي علم من أعلام العرف الاجتماعي وهو الشيخ علي الجبالي العبيدي، وأيضا اليوم نفتقد علم من أعلام العرف وعلم من أعلام الإدارة وعلم من أعلام السياسة والحنكة وهو الشيخ الطيب الشريف العبيدي، رجل العرف ورجل الإدارة، وهو مستشار السياسي لقبيلة العبيدات، وهو رجل تميز بعدة مواقف، لا نفضله على الغير ولكن تميز بعدة مواقف في الحكمة وفي السياسة وفي الأداء وفي العطاء، وكان دائما للقوات المسلحة ومنيادي بها بقوة، وكان مساندا لقائد القوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة بالقاسم حفتر. افتقدنا هؤلاء الرجال ونترحم عليهم جميعا، ونريد في هذه اللحظات يا السادة أن ننقل لكل القبائل إلى كل المشايخ وكل رجال العرف في كل أنحاء ليبيا الحبيبة، ننقل لهم مواساة وسلام سيد القائد المنتصر بإرادة الله المشير أركان حرب خليفة بالقاسم حفتر، فهو يواسي الجميع، كل القبائل وكل التركيبات الاجتماعية يواسيهم في فقط هؤلاء الرجال، ويتمنى الشفاء للجميع، وهو يترحم على كل الوفيات في أي موقع من المواقع، وهو يقرأ السلام للجميع، وهو يعرف رجال العرف ويقدرهم أيما تقدير، ويحترم كل النسيج الاجتماعي ويقدره أيما تقدير.